هل القولون التقرحي ينضر لو صار؟ شوف احنا عايزين نقسم الاول حاجه كبيره اتنين، لو هو حاد في القولون التقرحي او مزمن. لو جاء اي حاجه اصابه حاده ما ينفعش يصوم، كل الاصابات الحاده ما فيهاش صيام نهائي. الاصابات المزمنه هي دي اللي نقدر نتكلم فيها ونشوف درجاتها ايه. النواصير بقى هنبدا بالناصور الشرجي. الناصور الشرجي عندنا في طبعا حاجات منه كتير قوي. في اللي بيجي بيطلع افرازات ضخمه جدا، الفيري هاي اوت بوت بقى سيكريشنز، ده لو صمت فيه او حصل صيام فيه يحصل في الجسم جفاف ما يقدرش الانسان يصمد عليها، وبعد كده بيبقى البراز عندهم مع الصيام بالذات لو ما اخدوش ميه كفايه بينشف جدا وبيجرحهم ويعملهم مشاكل قويه جدا. فدول يفضل ان هم ما يصوموش. لكن اللي عنده ناصور الدنيا مستقره وما فيش الام شديده وما فيش افرازات ضخمه جدا ده يصوم بشكل طبيعي جدا. الناصور الشرجي المهبلي ده خطر ده. يعني شوف هو مشكله يعني انا اقول لها ان انت الله في عونك، ولان هي ممكن كمان في نفس الوقت ده هو الالتهابات بتبقى شديده جدا في المهبل، الحاله النفسيه سيئه جدا، لكن اعتقد هي تقدر تصوم. والمستقيم المهبلي برضو دي تقدر تصوم. تقدر ان هي تصوم. الحالتين دول ليه بيقعدوا يعني ممكن يقعدوا مزمنين؟ هي ازمانهم كارثه، لانك انت بتقضي على الحياه العلاقه الانسانيه اللي موجوده. نمره اتنين بيبقى ما فيش تحكم في البراز. نمره تلاته الالتهابات اللي موجوده كارثيه. ليه بيزمنوا؟ لان العمليه بتاعتهم صعبه جدا، ونسبه نجاحها من اضعف العمليات للناصور. كل النواصير نسبتها برضو الفشل فيها عالي، لكن اكثرهم فشلا هي الناصور المستقيم المهبلي بالذات لو عالي بيبقى نسبه الفشل عاليه جدا فيه، وخاصه لو اخد العضلات كلها فبتبقى نسبه الارتجاع فيه ما بتشوف الستات عاملها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمس مرات. المستقيم في المثانه، ناصور المستقيم المثانة. ناصور المستقيم المثانة ده أنا ما حبسي، لأن أنت عارف لما بنيجي نصوم البول بينشف. وده عبارة عن إيه؟ إن البراز اختلط بغرفة البول بالمثانة. فالبراز دخل جوه المثانة. فأما يخش البراز ويبقى كمان في مية قليلة جدا وينشف جوه مجرى البول، العملية قاسية جدا. وممكن تسبب له مشاكل وممكن تعمل له قفله في البول. فلازم ده يشرب ميه، ده ما ينفعش يصوم. نروح بقى للبواسير. هذه الحاله المرضيه الشهيره جدا، ناس كتير عندهم بواسير. طب تخيل واحد عنده بواسير بينزف وناس كتير بتنزف، هل يقدر ان هو يصوم بسهوله؟ على حسب درجه النزيف. لو دم بيعرق بسيط ممكن يصوم. طب لو دم كميات ضخمه، وفي ناس بتنزف كتير وبتاخد دفلون وبتاخد ادويه توقف الدم وما بتوقفش كويس، ويقول لك لا انا مش عايز اشتغل عمليه، مش عايز اعمل حاجه، مش عايز اعمل ربط، مش فبالتالي لا ده مش يحبذ، انه ممكن يحصل له نوع من انواع الهبوط في الدوره الدمويه او الضغط بتاعه يقل مع الوقت، فده ما نحبسش ان هو يبقى صايم. ده بالنسبه للبواسير النازفه اللي هي بتنزف جامد جدا، لكن بواسير المستقره الهادئه طبعا يقدر ان هو يصوم عادي جدا. الحالات اللي فيها برضو ناصور شرجي عنيف، احنا قلنا الناصور قبل كده الشرجي برضو ده حاله فيري كومن، كومن جدا. لو الافراز بس زياده ما يصومش، لو افراز كتير لان ده هيدخله ده في افراز ايه بيضطروا يلبسوا حفاظه. او ماي جاد. بيوصل ل 2 لتر افرازات يوميا و3 لتر مش في اليوم، في 8 9 ساعات اللي هو بيغير فيهم الحفاظه بتغرق كلها. افرازات رهيبه، لان الغدد مختلفه من شخص لاخر، والغرفه اللي موجوده اللي هي تحوش دي برضو مختلفه من شخص لاخر، ففي ناس بتبقى افرازات ضخمه جدا. الناس اللي عندها مشاكل من كل دول ممكن يصوموا لو المساك المتوسطه. ايه الاخطاء بقى بعد الفطار اللي بتبدا الجرائم بعد الفطار؟ الجريمه بعد الفطار في اول حاجه
في كميه نشويات. النشويات هتقفل البطن بلا اي يعني مبرر، لان هي بتلتصق في المصارين وفي الامعاء وبتكون براز متصخر جامد جدا، لان نسبه الالياف فيها ضعيفه قوي. وخاصه العيش اللي احنا بناكله، العيش اللي احنا بناكله ده ما فيهوش الياف خالص، لان هو ما فيهوش حبوب، ده دقيق نقي. وطبعا العجائن زي مثلا ما تاكل بقى كيكه ومش عارف ايه وحاجات دي، هي كل انواع الكيك، وطبعا المكرونه والبطاطس المقليه والعيش والحاجات دي كلها، وبرده الحاجات المقليات دي سيئه جدا. فكل شيء يتعمل بالدقيق لازم يمنعه، وكل شيء فيه نسب نشويات عاليه لازم يمنعه، ويكسر لازم ياكل من، يعني انا بقول له طب ابسط حاجه، لو انت متضايق حط طبقك واقسمه اربع اجزاء، جزء حط الربع الاولاني يعني حط فيه سلطه، الربع الثاني حط فيه خضار مطبوخ، الربع الثالث حط فيه نشويات، والربع الرابع حط فيه بروتين. فيبقى عندك الاربع اجزاء كده متكاملين. بس لو حطيت رز ما تحطش عيش، لو حطيت بطاطس ما تحطش، وهكذا، بحيث ان انت الربع بتاع النشويات دي هي يبقى محدود وليميتد في الربع ده. ولازم اما ياخدوا حلويات ياخدوها في رمضان اما بكميه قليله قوي، يا اما انا في رايي ان هو ياكل فاكهه، يعني يعتمد تماما على الفاكهه والالياف بتاعتها، غير كده هو هيخش في مشاكل كبيره جدا. في سؤال مهم قوي، سواء عصير او مشاكل طبيه جراحيه، في ناس تنصح او يقال لها انت محتاجه جراحه، بس في ثقافه عند كتير من الناس يقول لك هعملها بعد رمضان، فاجل الجراحة المطلوبة شهر كامل بحجة أن هذا هو رمضان. شوف، هو الجراحات اللي احنا الحادة لازم يعملها على طول. يعني دي عندي للناس مثلا لو واحد عنده زايدة حادة هيعمل ايه؟ لازم يعملها. ما فيش خلاص، ممكن تخش في مضاعفات سيئة جدا. واحد جاله القولون خرج من الفتاء واتقفل عليه واتلف فعمل انسداد، هيموت، لازم يتفتح في ساعتها. فانت في ناس تقول لك لا انا مش عايز اعمل، انا عايز اجل رمضان، اصل هو ما فيهاش تاجيل، اعمل لي حاجه، ما فيش حاجه تعمل لك. يعني في حالات واحد عنده نتوءات الدايفرتيكولار ديزيز وحصل له دايفرتيكولايتس زيها زي الزايد، لازم يدخل دلوقتي يا اما هتنفجر الجيوب دي هتنفجر، ما هي الجيب ده عباره عن زايد، ما هي الزايده جيب. فهو ده جيب زي زايد، دايفرتيكولايتس، والتاني ابندسايتس. فلو ما لحقش يتعمل برضه هيخش في مشكله وهيتنفجر ويحصل له التهاب بريتوني شديد، وممكن يحصل له تسمم ويخش في مشكله كبيره جدا. انا بقى كمان العمليات اللي هي بيشكت عليها مثلا زي الناصور، زي الهيمورويدز، البواسير، وفي ناس بتاجلها للاسف وبتعاني طوال الشهر. يعني ليه التاجيل؟ هو المفروض يعملها قبل رمضان حق الله ويظبط نفسه. انا بقول ان انت لازم تظبط نفسك كله، يعني زي ما بتظبط ميزانيه بيتك، زي ما بتظبط مواعيدك، زي ما بتظبط شغلك على رمضان، لازم تظبط صحتك برضه على رمضان. ما تاجلش صحتك تخليها اخر حاجه. دي عمليات مش كبيره وبسيطه. طبعا في الحاجات الاورام والسرطانات دي ما قدامناش حل اخر، متى العيان جهز، لان احنا بعد ما بياخد الكيماوي بتاعه له وقت يعمل فيه العمليه، فاول ما بيجهز وميعاده بيجي لازم يعملها. انت عارف انا بقعد افكر بقى في حاجات اللي موجوده كتير قوي برضو بتوع الكولوستومي، دول يعملوا ايه في رمضان؟ والناس اللي عندهم الاسمي هل يصوم ولا لا؟ اللي هو فاتح جانبيه. ساعات برضو بتحضرني هذه الفكره، وفي منهم يقول لك انا بالذات بتوع الامعاء الصغيره الفاتحه، هو طبعا الكولوستومي دي او الاستومي، اوستومي في الطب بنشرحها للناس ان هي فاتحه. فما يبقى الامعاء الصغيره فيها فاتحه، فكم المغذيات اللي بتخرج كتير جدا من فيتامينات واملاح وصوديوم وبوتاسيوم، فبيبقى المريض انا ما اعتقدش يتحمل ان هو يبقى عنده نقص ميه معاه.
وبرضه رساله للجمهور بتاعك ان الامعاء الصغيره دي الفتحه اللي بتخرج يا جماعه دي مش براز، ده ما جواش براز، دي بنسميها انسانال كونتنتس، محتوى مصارين ما فيهوش براز، مش كل المصارين فيها براز. البراز بيبتدي من اول القولون، من اول الجزء السفلي من القولون مع الامعاء الصغيره. اول ما يعدي الامعاء الصغيره بيبدا هنا، ده اسمه براز. قبل الامعاء الصغيره ده اسمه محتوى في الامعاء الصغيره انتستينال كونتنتس، فده ما فيهوش تلوث ومش سيء وما فيهوش مشاكل، ونسبه الامتصاص اللي فيه رهيبه، لان بيبقى فيه نسبه دم جامده جدا. الدم بيقعد يشفط شفطات خطيره، لان الشفطات دي لو ضعفت او مش موجوده الانسان يخش في نقص شديد مال نيوتريشن يصل الى الوفاه، او الامعاء دي صغرت يصل الى الوفاه. فالناس اللي عندهم امعاء شورت باول سندروم اللي هو الامعاء القصيره دول ما ينفعش يصوموا. الناس اللي فاتحين فتحه في جزء من الامعاء الصغيره ما ينفعش يصوموا لان هتقضي عليه. اللي يقدر يصوم من الفتحات دي هو بتاع القولون، لان خلاص بقى ده نازل براز وبيبقى نسبه المغذيات مش قويه جدا. نورت، وكل سنه وحضرتك طيب واسعدتنا، ورمضان كريم يعني شرف كبير لينا وجودك دايما معنا. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور اسماعيل شفيع، رئيس قسم جراحات القولون والشرك بكليه طب قصر العيني، واستاذ جراحات القولون والرائد القدير لجراحات الشرج والقولون والمستقيم على مستوى المصري والعربي والعالمي، كان ضيفي في الدكتور والناس الحلوه. المايه البيضاء موضوع في منتهى الاهميه، موضوع بيأثر طبعا على كبار السن ومتوسط السن، ودلوقتي بنشوفه في سن أصغر. احنا مع التقدم العلمي زي ما حضرتك ذكرت في عملية المايه البيضاء بقينا نعمل عملية من فتحة صغيرة، وبالتالي فترة النقاء بقت سريعة، وحصل تقدم مشابه كمان في أنواع العدسات، فبقت العدسات ممكن تتزرع من فتحات صغيرة ومتعالجش المية البيضة بس، أو ما تضمنش برضو صفاء في رؤية بس، لا ده كمان ممكن تخلي المريض يستغنى عن نظارة المسافات، أو يستغنى عن نظارة المسافات والقراية معظم الوقت.